أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد. كنا قد تكلمنا في درس الأمس عن أقسام الناس في الحشر، وبينا أن الأتقياء يحشرون على هيئة حسنة. التقي يحشر يوم القيامة وهو على حال حسنة، لا يكون عارياً ولا يكون جائعاً، بل يكون طاعماً شارباً، يلبس ثياباً جميلة، ويركب على ناقة حمراء رحلها الذهب. وأما الكفار فإنهم يحشرون زحفاً على وجوههم، والملائكة تضربهم وتعذبهم وتسوقهم في المحشر، ويكونون في حالة تدل على أنهم أذلاء. وهؤلاء الكفار الله تعالى الذي أمشاهم في الدنيا، جعلهم يمشون على أقدامهم في الدنيا، قادر على أن يجعلهم يحشرون ويمشون على وجوههم في مواقف القيامة. ويحشر الكافر في حالة مزرية، لا يكون كالمسلم، وإنما يحشر الكفار حفاة عراة غرلا. فهذا الكافر له عذاب عظيم في موقف القيامة، ثم يلقى في جهنم والعياذ بالله تعالى، فيعذب فيها إلى أبد الآبدين. وقسم يحشرون ويجرون على وجوههم وهم الكفار كما شرحنا. وأما المسلم فمما ورد في صفة حشر المسلمين العصاة ما بين العلماء، فقالوا: وقسم يحشرون حفاة عراة وهم المسلمون من أهل الكبائر، لكن حاله ليس كحال الكافر، إنما أقل بكثير. ولا ينظر هؤلاء الذين يحشرون عراة، لا ينظر بعضهم إلى عورات بعض، إنما هم أشغل من أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض. هم في مواقف القيامة في هول عظيم، فلا يلتفت الإنسان لينظر إلى عورة الآخر، لا، إنما هناك الإنسان منشغل، أينجو أم يهلك؟ يعني هو في قلق، هذا المسلم العاصي في قلق واضطراب وخوف وفزع، لكن ليس كالكفار. قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج: طاعمين، كاسين، راكبين. وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم. إذن بهذا الحديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام الحشر التي شرحناها والتي بيناها. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن ويعتقد بالحشر، وهو جمع الناس، بعدما تكلمنا عن البعث
قلنا الحشر هو جمع الناس بعد خروجهم من القبور، يجمعون إلى مكان ليحاسبوا على أعمالهم، ليحاسبوا على أعمالهم. قال المؤلف: ويجب الإيمان بالقيامة، وأولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار. وقد تطلق الآخرة على ذلك وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له، إلى ما لا نهاية له. كل هذا يطلق عليه القيامة. فإذا يجب الإيمان والاعتقاد والتصديق بيوم القيامة، وأن هذا ثابت لا بد منه، لأن القرآن أثبته فلا يشك في ذلك. القيامة تطلق على قيام الناس من قبورهم وما يتبع ذلك، وتطلق على استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار، وعلى ما بعد ذلك إلى غير نهاية. هذا كله يطلق عليه يوم القيامة. والذي ينكر القيامة والآخرة والسؤال والحساب والبعث بعد الموت فهذا ليس من المسلمين، كما بينا في الدرس الماضي ورددنا على هذا الكلام الذي يشيعه الملاحدة بآيات، رددنا عليه بآيات عديدة. فإذا يجب الإيمان والتصديق بما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بلا أدنى شك وبلا تردد في ذلك. ثم في القيامة تظهر أهوال عظيمة وعجيبة كانت قبل ذلك خافية عن الناس، الناس لا يعرفون هذه الأهوال العظام التي يظهرها الله بقدرته ذلك اليوم. من هذه الأهوال مما يحصل في أرض القيامة ما أخبر الله عنه في القرآن. اسمعوا لهذه الآية، قال الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ أي يوم القيامة. انتبه لمعنى الآية، الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا في حديث صحيح رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يومئذ بجهنم، أي ببعضها، بعنق من جهنم، ليس بكلها، يعني ليس كل جهنم تأتي، لا، إنما يؤتى ببعضها، يؤتى بجزء منها. انتبه، مع أنها هذا العنق، هذا الجزء يبقى متصلاً بجهنم، يؤتى بجزء منها وهذا الجزء يبقى متصلاً بجهنم، بعنق عظيم كبير ضخم مرعب مفزع، يؤتى به فيقرب إلى موقف القيامة حتى يصير فوق رؤوس الناس في أرض القيامة. الكافر يمتلئ رعباً، والعاصي يخاف، أما الأتقياء والأولياء في أمن وأمان. الكفار من شدة الفزع يظنون أنه سيقع عليهم، يظنون أنهم سيصابون بأن يقع عليهم فيكونون فيه والعياذ بالله. ولو كان موت في موقف القيامة، من شدة الأهوال والفزع
الذي يصيب الكفار لتمزقت قلوبهم لو كان هناك موت، لكن يوم القيامة لا موت. ماذا ورد في الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت يوم القيامة بهيئة كبش، يعني الله بقدرته يصور الموت بهيئة كبش. كيف تسمعوا بحديث المعراج، حديث الإسراء والمعراج، أنه صلى الله عليه وسلم رأى الدنيا بهيئة عجوز. الله قادر، لا يعجزه شيء، جعل الدنيا بهيئة عجوز، وفي ذلك حكم وعبر. الله بقدرته يصور الموت بهيئة كبش فيؤتى به يوم القيامة. اسمعوا ماذا ورد: فيذبح هذا الكبش، هو الموت جاء بصورة كبش بقدرة الله، فيذبح هذا الكبش بين الجنة والنار في مواقف القيامة. ثم ينادى، يعني ملك ينادي بأمر من الله، ينادي ملك: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ذبح الموت، خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت. إذا ما في موت يوم القيامة، خلود أبدي، إما في جنة وإما في نار. الله ماذا قال؟ خالدين فيها أبدا. فاسمع معي ماذا يصير. هذا العنق من ضخامته يقرب إلى موقف القيامة، الناس الذين في الموقف يظنون أنه سيقع عليهم. نكمل الحديث: يؤتى يومئذ بجهنم، أي بجزء منها، تخيل معي جزء، قطعة من جهنم، عنق، ويبقى متصلا بجهنم. يؤتى يومئذ بجهنم ومعها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. نسأل الله السلامة، نسأل الله حسن الحال وحسن الختام. تخيل معي قطعة من جهنم، عنق، مع هذا العنق، مع هذا الجزء من جهنم، شو؟ ومعها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. شو يعني؟ شيء مرعب. كل هذا العدد الضخم الكبير من الملائكة يقربون قطعة قطعة من جهنم، عنق من جهنم، إلى موقف القيامة ليراه الكفار، ليراه هذا العنق، ليراه الكفار. وهذا نوع من تعذيبهم، هذا نوع من زيادة العذاب، هذا نوع من شدة العذاب. إذا كان كل هالعدد من الملائكة يأتون بجزء من جهنم، فشو بتتخيل لك حجم جهنم وكم فيها من الملائكة لتعذيب الكفار؟ 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000,000 ملك يجرون قطعة من جهنم، قطعة من جهنم. طيب إذا كيف يكون العذاب إذا دخلوها؟ إذا ألقوا فيها، والله ماذا يقول في القرآن؟ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا مما يحصل في مواقف القيامة، أجارنا الله وإياكم. هذا مما يحصل، يعني من جملة الأشياء التي تحصل في مواقف القيامة. واسمع معي مما يحصل ذلك اليوم: أن الإنسان الذي كان له أكثر من زوجة في الدنيا وكان يظلم
في النفقة الواجبة وفي المبيت الواجب، يعني كان لا يعدل فيما يجب. انتبهوا، مش عم نحكي عن ما زاد عن الواجب، الكلام عن العدل فيما يجب عليه. كان لا يعدل، يضيع العدل، يترك واحدة بلا نفقة بالمرة أو بلا المبيت، لا يقسم المبيت الواجب، يضيعه، ويعطي تلك كل الليالي أو يغرقها في النفقة، وهذه يضيعها. اسمعوا ماذا ورد في الحديث: هذا الذي لا يعدل بين زوجاته، يعني فيما يجب، يبعثه الله يوم القيامة بهيئة نصف إنسان في موقف القيامة. تخيل شق بالطول هيك، نصف إنسان بهيئة نصف إنسان يبعث. هذا في بعض الأوقات في موقف القيامة. فالإنسان المتزوج أكثر من زوجة ليتقي الله تعالى فيهن، وليعدل في النفقة الواجبة والمبيت الواجب. شو يعني المبيت؟ المبيت يعني أن يكون عندها ليلاً، مش يعني الجماع، لا، لأن هذا ليس في يد الإنسان، ربما مال لهذه ولم يمل إلى تلك في حصتها. لكن شو معنى المبيت؟ أن يكون عندها ليلاً في وقت حصتها، في ليلتها، أن يكون عندها. ولا يجب التسوية في الجماع؟ لا. طيب شو معنى في النفقة الواجبة؟ يعني في القدر الذي يجب عليه هذا الذي يعدل فيه بين الزوجات. طيب إذا كان زيادة عن النفقة الواجبة، جاب لهيدي هدية، لا يجب عليه أن يأتي بهدية للأخرى؟ لكن شو الأحسن، الأفضل؟ أن يسوي بينهن حتى في الإحسان الزائد. مش إحسان هيدا ومطلوب منه أن يحسن، لأنه إحسان الرجل لزوجته مطلوب شرعا، مطلوب، لكن ليس واجبا. يعني إذا جاب لهيدي سيارة مثلا، هذا ما واجب عليه، لا يجب على الزوج أنه يشتري سيارة لزوجته، لكن اشترى لهذه سيارة، لا يجب عليه لا أن يشتري للأولى، وإذا اشترى للأولى لا يجب عليه أن يشتري سيارة للثانية، لا يجب، إنما هذا إحسان. طيب أحسن لهذه، يحسن لتلك، منيح، زيادة خير. أما الواجب، لا، ليس واجبا، هو منه من النفقة تشتري له سيارة أصلا، ولا يجب عليك أصلا، إنما هو إحسان. طيب أحسن للأولى فاشترى لها هذه السيارة، هل يجب عليه أن يشتري للثانية سيارة؟ لا، لا يجب، لا للأولى ولا للثانية. لكن إن أحسن للأولى، قدم لها هدية زائدة عن النفقة، لا يجب أن يعدل في الحد الزائد في الهدايا، هذا لا يجب. لكن شو الأحسن؟ أن يحسن، الأفضل أن يحسن. بس انتبهوا حتى لي ما حدا يتسرع ويحكي من عند حاله، قل لا، ها طالما مزوج اثنين يعني واجب عليه بليلة هيدي جامعها، وواجب عليه بليلة هيدي جامعها، لا، هذا خلاف الشرع. الجماع ليس هو الواجب. شو الواجب؟ المبيت. ويمكن ما يجامع ولا واحدة منهم، يبيت عند هذه وهذه وهذه وهذه، وما يجامع ولا واحدة من الأربعة، ما بيكون عليه معصية. فحتى ما حدا يفتي من عنده ويقول لا، بليلة كل واحدة واجب عليه جامعها، هذا خلاف الشرع، ليس هكذا الشرع. الشرع أوجب عليه التسوية في ماذا؟ في المبيت. المبيت ليس معناه الجماع. وكذلك حتى لا يتسرع البعض فيوجب عليه أن يسوي بينهن فيما زاد عن النفقة. شو الواجب؟ في النفقة الواجبة. هذا الإنسان الذي لا يعدل بين زوجاته ظلم هذه، ضيع النفقة الواجبة، أو ضيع
حقها في المبيت يبعثه الله يوم القيامة بهيئة نصف إنسان. شيء مرعب، شيء مفزع. ومما يحصل من الأهوال في موقف القيامة، اسمعوا وانتبهوا معي، أن الإنسان الذي ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. شو بيحصل أحياناً لا سيما في الضيع وفي القرى؟ بيكون الإنسان حد أرضه هون، ثم ماذا يفعل؟ يدخل العلامات في أرض جاره أو في أرض قريبه، ويمكن يكون خيه أحياناً، ويمكن تكون الأرض لأولاد خيه الأيتام، يكون أبوهن مات وهن أيتام والعم له حصة في الأرض. شو بيعملوا بعض الناس؟ بيدخلوا من أرض غير بأرض، بيشيل السياج أو الحجارة أو العلامة اللي هي، بوين بيدخلها؟ في أرض جاره أو في أرض قريبه، يعني بيدخل من أرض غيره بأرضه. لو قدر شبر، اسمعوا ماذا ورد. من ظلم، هذا ظلم، قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. شو يعني؟ هذه القطعة اللي أخذ ظلما وأدخلها في أرضه، الله يعيدها يوم القيامة فتصير كالطوق، ممتدة متصلة بالأرض 7، وتظهر في موقف القيامة وتأتي إلى هذا الإنسان فتمسكه في عنقه. نسأل الله السلامة. قطعة أرض إذا كان شبر، طيب كيف إذا كان متر؟ وكيف إذا 5 أمتار؟ وكيف إذا كان 10 أمتار؟ وكيف إذا كان أرض بأكملها أو بناية أو دكان أو بيت أو مستودع؟ واليوم هذا كثير في الناس والعياذ بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة. أدي في ناس اليوم يستعصون في أملاك غيرهم، بيكون استأجر دكان على 5 سنين، خلص العقد، خلصوا 5 سنين، بيجي بيقول له بدي الدكان، اظهر من دكانتي. بيقول له ما بظهر لتعطيني 50,000 دولار، ما بظهر لتعطيني 200,000 دولار، حسب الاسم، عرفتوا؟ فبيقول له ما بظهر لتعطيني كذا من المال. هذا المستأجر الذي يريد أن يأكل مال المؤجر ظالم فاسق خبيث ملعون، يأكل نارا في بطنه. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بيجي بيقول له يا أخي بدنا الأرض، بدنا الدكان، بدنا البيت، بدنا المستودع، بدي عمر، اظهر من أرضي. بيقول له ما بظهر لتعطيني شقة جديدة بس تعمر. بيقول له ما بظهر لتعطيني دكان بدل الدكان اللي قاعد أنا فيها. هذا ملعون خبيث. ليش؟ أنت وارث له أو أنت شريك له؟ أنت مستأجر وخلص العقد، خذ أغراضك وطلع برا. بيقول لك ما بطلع لأخذ 50,000 دولار. أنت ظالم ملعون. لو أخذت 50,000 دولار بالقانون، بالقبر وبالآخرة، شو حتعمل؟ من وين حترد؟ تعرفوا يوم القيامة التقاضي بين العباد لا يكون بالدينار والدرهم، يكون بالحسنات والسيئات. بالحسنات والسيئات، يعني إذا جيت أنت وهذا المسلم وأنت قد ظلمته وأكلت ماله ظلما وعدوانا،
إن كان لك حسنات أيها الظالم الفاسق، أيها المرتكب الكبائر، لأنه عم تستعصيله بأرضه، عم تتسلط له على أرضه ظلماً وعدواناً، على بيته، على شقته، على دكانته، على المستودع، على الكراج، على البستين، ما أنت ظالم باستيلائك على أرضه، على بيته، على أرضه، على دكانته، أنت ظالم. إن كان لك حسنات يوم القيامة يؤخذ من حسناتك وتعطى له. هذا اللي أنت ظلمته بالدنيا، أكلت له أرضه، أكلت له ماله، ضربته، سبيته، أذيته بغير حق. فإن فنيت حسناتك، يمكن ما عنده حسنات كثير، انتبه، مسلمين اثنين عم نحكي مسلمين، لأنه الكافر ما عنده حسنات والكافر لا يعطى حسنة، فاثنيناتهم شو بدهم يكونوا؟ مسلمين. إذا كانت سيئاته كثيرة وحسناته قليلة، فأخذ من حسناته فأعطي لهذا، ولم يبقى عنده حسنات، ماذا يفعل؟ يؤخذ من سيئات هؤلاء الذين ظلمهم وتوضع عليه. لا، خذ أرض وبناية وقصر وجبل ولا يكون عليك عذاب يوم القيامة. أعطي الناس حقوق، بتقول له لصاحب الأرض خذ أرضك، خذ بيتك، لا تستعصي في أرض إنسان ظلما وعدوانا. إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. النار، إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. كيف أنت قاعد له بالشقة تعيته جدك وأبوك وأنت، وبدك تعطيها لابنك وبعدين حفيدك ظلما وعدوانا؟ وقد ايه قال أجار قديم بعده بيعطيه 75 ليرة، قال، أو 500 ليرة، أو 1000 ليرة، أو 1000 مثلا دولار على عقار، على بناية، على مستودع. شو 1000 دولار؟ لك اليوم يمكن أجاره بيسوى 60,000 دولار بالسنة، بده يعطيه 1000 دولار بالسنة أجار، وهديك منه راضي وقلبه محروق. جدك إذا كان ظالم بتعمل مثله ظالم، وإذا أبوك ملعون بتعمل ملعون مثل أبوك، إذا أبوك كان مستعصي بتجي بتكمل أنت الظلم يا خبيث. الظلم ظلمات يوم القيامة، رد الحقوق إلى أهلها قبل أن تموت. يقول لك أنا مستأجر، ما أنت عم بتقول مستأجر وانتهى العقد، يعني أنت منك شريك، شو بدك تورته؟ بدك تعمل شريكه؟ لو أنت هلأ طلعت بسيارة من البسطة للحمرة سيرفيس، طلعت عطيته 1500 ليرة، 2000 ليرة اللي هن، وصلت على الحمرة، هاي الحمرة قوم انزل، ما بنزل لتعطيني الباب الأدماني تاع السيارة، شو؟ لك شو أنت شريكي؟ أنت شريكي بالسيارة؟ أو راكب طلعت من البسطة للحمرة؟ طيب أنت مستأجر، خلص العقد، قوم اطلع من المحل. لا، بده محل تاني، بده بيت تاني، بده 100,000 دولار، بده 60,000 دولار. اعرف أنك ظالم ملعون خبيث، تأكل أموال الناس بالباطل بغير حق، تستحق عذاب الله في النار، تستحق عذاب الله في جهنم. ما تنبسط قاعد عم تتبرتح بالبيت، ما تنبسط قاعد عم تتبرتح بالمستودع وبالدكان وبالعقار وبالجنينة وبالموقف. اعرف أنك ظالم ملعون ولك موقف صعب يوم القيامة في الآخرة. هذا قد ايه اليوم موجودة بين الناس؟ هو مطلع خلص العقد، خلص الأجار، يقول لا بس تعمر بدك تعطيني شقة لإلي. أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم. إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة، عن الإبرة. كيف ما كان أكبر من الإبرة تأكله ظلما وعدوانا في بطنك؟ واسمع ماذا قال ربنا في الذين يأكلون أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا جهنم. شو عم تعمل بحالك؟ ما تنبسط بالقصر، وما تنبسط بالبستان، وما تنبسط بالبناية وبالدكان وبالمستودع وبالبيت. خذ خيمة وقعد على الزبالة وعلى البحر وعلى الرصيف وبالمقبرة وبالبرية وبالوادي، خير لك، خير لك من أن تدخل جهنم وتعذب فيها. تسمعوا سيدنا عيسى المسيح شو بيقول؟ عيسى المسيح النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا يقول: إن لبس المسوح وأكل الرماد، سف الرماد، والنوم على المزابل لكثير على من يموت. هذا لا يعني به نفسه، لا، هو نبي رسول، الأنبياء ما بيناموا على المزابل، لكن هذا إشارة إلى شو؟ هوان الدنيا، هوان الدنيا. الدنيا هينة ليس لها قيمة عند الله. شو بيقول؟ لكثير على من يموت. انت كرمال الدنيا بدك تفوت حالك على جهنم؟ ولك لو قعد بقصر، هلا بقصر وبعدين فيت على جهنم، شو بيكون عملت بحالك؟ ما تفكر بالمصاري اذا كانت من حرام، كيف بدك ترجع لاصحابها وترجع لاهلها؟ وهي ببقى بدون مصروف، بدون خرجيه، ولك روح اقعد على الطريق وكل حشائش من الارض. خير لك من ان تدخل جهنم، خير لك من ان تكون عند الله ملعونا ظالما فاسقا مجرما. شو صاير عليك؟ شايفين لبس المسوح وسف الرماد والنوم على المزابل لكثير على من يموت. معناته الدنيا ليس لها قيمة، هذا دليل على هوان الدنيا، وليس معناه أن الأنبياء ينامون على المزابل، حاشا، هذا لنا نحن عبرة لنا، يعني ما حنتخلد، حنموت، حنطلع من الدنيا. الدنيا ما لها قيمة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة. طيب سؤال: إذا كان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، طيب أنت القصر اللي عم تعصي ربك كرماله، القصر أو البناية أو العقار أو العقار أو الدكان أو الشقة اللي عم تعصي ربك كرمالها، هل تساوي الدنيا أم هي أقل من الدنيا بكثير؟ طيب إذا كان الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، الشقة اللي أنت عم تعصي ربك كرمالها قديه بدها تكون تساوي من جزء من بعض أجزاء جناح البعوضة؟ لكن ليش عم تعصي ربك كرمال ما يكون أقل من جزء من جناح بعوضة؟ وين عقليتك؟ فهمتوا المعنى اللي بدي وصله؟ إذا كان الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، طيب الشقة والمستودع والبيت والأرض والبستان والقصر قديه بده يكون من جناح البعوضة؟ كلا شيء. طيب إذا كان كلا شيء من جناح البعوضة، عم تعصي ربك كرماله، شو صاير عليك؟ لماذا تهلك نفسك؟ وبعدين لو إجا واحد قال لك تعا تعا امشي في وادي معبى برغش، مليارات مليارات البرغش والبعوض، روح جيب سرب كميونات وعبيهن وخدن، تقبل؟ ما بتقرف؟ شو بدك فيهن؟ يمكن تقول له شو عم تهيني؟ عم تتمسخر علي؟ ما هيك؟ تعتبرها يمكن إهانة لإلك؟ يقول لك جيب كميونات وعبي بعوض وبرغش وخد؟ طيب إذا كان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وعم بيقول لك تعا خد وادي برغش وبعوض ومنك قبلين، ليش راكد على ما هو لا يساوي جناح بعوضة؟ ليش؟ أين العقول؟ لكن سبحان الله، كثيرا ما ننسى، كثيرا ما نغرق في الدنيا وفي ملذاتها، كثيرا ما يقع الواحد منا في الغفلة.
نحن أكلتنا الدنيا، أكلتنا الدنيا، أكلتنا وبلعتنا، وابتعدنا كثيرا عن سيرة السلف الصالح. شو صاير عليك؟ مواقف القيامة. شوف، من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فاتقوا الله وأدوا الحقوق إلى أهلها قبل الممات. إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. صحابي كان في الغزو، في الجهاد، في بلاد العجم والروم. بعدما انتهت المعركة رجع إلى حمص. عندما أنزل متاعه عن الدابة انتبه في متاعه بين أغراضه، شاف فيه مخيط، إبرة، إبرة، مخيط. من مين أخذها؟ من صديق له حيث كان في الجهاد. إبرة. رجع وسافر وتحمل المشقات والمتاعب ليرد تلك الإبرة لصاحبها. اليوم اطلع أنت بجيبك وببيتك وبمحلك وبالبنك، قديم جمع أشياء مش لألك؟ عجل، خرج منها وردها إلى أهلها. فتش بيتك، شايف معلقة؟ معلقة بيعطينا الجيران مع صحن أكل عندك، ما تخليها ببيتك، فورا ردلن. شوكة، صحن، كباية، كباية، إبرة، ما تخلي شيء عندك مش لألك، ما تخلي شيء عندك مش لألك. لأنه إذا اختلط بمالك وقصرت أنت، أو أكلته عمداً، أكلته عمداً، ضيعته عمداً، أكلته على أصحابه عمداً، ماذا تفعل يوم القيامة؟ ماذا تفعل يوم القيامة؟ إبرة ما قادر تجيب أنت يوم القيامة. بالحسنات والسيئات، كان من شدة خوف شيخنا من الله ومن شدة حرصه لأمر الآخرة وعلى الآخرة والسؤال والحساب، مرة كان بفرنسا. اسمعوا هالقصة العجيبة. كان بفرنسا، اتصل على الجمعية وطلب أن يكلمني، فبعتوا لي خبر. طلعت أنا، حكي معي الشيخ رحمه الله، قال لي تذهب إلى غربي، إلى غربي منطقة المصيطبة، تسأل عن رجل من آل العيتاني، أبو عمر عبد الرحمن عيتاني. قلت له فإن وصلت إليه، إن رأيته، إن عرفته، إن اجتمعت به، ماذا تريد منه؟ ماذا أقول له؟ اسمعوا، شوفوا شو بده الشيخ. قال لي من 30 سنة، من 30 سنة نزلت ضيفا عنده في غرفة على السطح، وأعطاني المفتاح. هذا المفتاح إما أنه انكسر معي أو ضاع مني لا أذكر، فاعرض عليه، عرض عليه الثمن، تفعله. مفتاح ومن 30 سنة. قدي كان المفتاح يا حسامي من 30 سنة؟ ربع ليرة؟ ربع؟ أقل من ربع ليرة، أقل من ربع ليرة. من 30 سنة بعده مذكر مفتاح ليس له. مفتاح إما أنه انكسر معه أو ضاع. شاغله باله، شاغله قلبه. عم بيتصل من فرنسا إلى بيروت لنروح نفتش ونسأل عن هالرجال. رحت وين؟ بيت العيتاني بيت واحد ما شاء الله، بيت العيتاني بالمصيطبة وبيروت بتعرفوا أنتو، مش بيت واحد، بالمئات ما شاء الله. فالحاصل رحنا نفوت على مداخل البنايات،
ونطلع على أسماء الانترفون في عيتين انضأ، نحكي معهم نسألهم، الحج أبو عمر، الحج عبد الرحمن، لا ما هون، من بناية لبناية، من شارع لشارع، من منطقة لمنطقة، من المصيط بمن فوق وصلنا لوين؟ لتحت الضناوي، تحت محطة الضناوي الزواريب يلي بتوصلك على زقاق البلاط. وصلنا ضقينا على ناس، قال ايه هذا قرايبنا، طيب وينه؟ قال ما هون، بتنزل هون، بتروح هون بالشارع الفلاني بالبناية. رحنا ضقينا وصلنا، طلع الرجال الله تعالى يحفظه ويبارك فيه، رجل كبير، عرفته بحالي، قلت له هذا فلان، كان معي واحد من أحبابنا، قلت له الشيخ عبد الله بيعتنا لعندك واتصل من فرنسا وعم بيقول كذا وكذا. طلع فيني هيك، صار يبكي الرجال، صار يبكي، قال في حدا بالدنيا بعده بيسأل عن مفتاح من 30 سنة؟ قلت له ايه الشيخ عبد الله، هذا اللي بيخاف من رب العالمين، الذي يخاف الله ويخاف الآخرة، كنت معنا؟ فإذا اثنين كانوا معنا، جهاد وحسام. الحاصل قال تفضلوا، فتنا صرنا عم نحكي معه. الرجل قال لي أنا بدي سامح الشيخ، قلت له إما أن تسامح أو أن تأخذ الثمن. قال أنا بدي سامح الشيخ، صار يبكي الرجال. قال نحن اللي قصرنا معه، هو اللي مطلوب يسامحنا، نحن اللي معرفنا قدره، نحن اللي كذا. هذا الرجل تأثر وبكى وقال نحن قصرنا معه، بعده مذكر مفتاح من 30 سنة. فلما أصريت عليه إلا بدك تقول سامحته فقالها. رجعنا، رحت خبرت الشيخ، فرح فرحا عظيما كأنك أهديته قصرا. تعرفوا بوسيط مرة شو كتب عندما اشتد عليه المرض؟ تتخيلوا شو يكتب بوسيطه؟ بوسيطه قال كنت قبل 50 سنة في دمشق اقترضت من شخص ليرة سورية، قبل 50 سنة، روحوا فتشوا وبحثوا، بعت ناس لما كان ما وصلوا له بعد بحياته كتب بوسيطه، بعدين رجعوا الحمد لله، بعت ناس من إخواننا من البقاع ومن بعلبك وراحوا على الشام وفتشوا عليه، للزلمة شافوا أهله، شافوا عيلته، طلع الزلمة ميت. قال لهم الشيخ اذهبوا إلى الورثة، إلى الورثة شوفوا، عم بقول لك إبرة، شوف الليرة، ليرة سورية حطها بالوصية، مفتاح من 30 سنة، أقل من ربع ليرة. هذا اللي عنده خوف من الله ويخاف من القيامة والقبر والسؤال والحساب، وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فحضروا حالكم يا إخواننا، كلنا نحضر حالنا، كلنا نحضر الجواب للسؤال. روحوا اعملوا تعزيل لتيابكم وجيابكم وحساباتكم، إذا عندكم شيء للناس ردوه، إذا حدا آكل على حدا يرد، إذا حدا آخذ من حدا يرد، إذا حدا صارئ، إذا حدا ظالم، إذا حدا معتدي، إذا حدا بغير حق آخذ فورا ليرد ويتحلل. إما أن يرد العين إن كانت عين المال، عين الغرض بعده موجود يرده ويستسمح، إن كان العين ذهب يرد القيمة، أو أن يستسمح، فإن سامحوه وأسخط عنه انتهى، يتوب إلى الله يندم. فالأمر مخيف والأمر مفزع، فلنحذر ولننتبه. قال المؤلف رحمه الله ويجب الإيمان بالحساب، وهو عرض أعمال العباد عليهم وتوقيفهم عليها بعد أخذهم كتبهم، فالمؤمن يأخذ
كتابه بيمينه، وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. إذن أيضاً يجب الإيمان بالحساب، وهو عرض أعمال العباد عليهم، يوقفون على أعمالهم ويعطون كتب أعمالهم. المؤمن التقي يأخذ كتابه بيمينه من قدام، فيفرح ويسر ويخبر من حوله ممن يعرفهم: ها أم اقرأوا كتابي، يفرح بشرى له. وأما الكافر فتلوى يده اليسرى إلى خلف ظهره، ويأخذ كتابه بيده اليسرى من وراء ظهره. والكافر ليس له حسنة واحدة، لا في كتاب عمله ولا في ميزان، ولا في الميزان حسنة واحدة ليس له. ماذا قال ربنا في القرآن؟ مثل الذين كفروا بربهم، كملوا، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الله أكبر، الله أكبر. الأمر مفزع والأمر مخيف. ويجب الإيمان بالثواب، وهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على أعماله الصالحة مما يسره، وهو فضل من الله عليه وليس واجبا على الله. الله لا يجب عليه شيء، الله لا يجب عليه شيء ولا يلزمه شيء، وما على الإله شيء يجب. ماذا قال ربنا في القرآن؟ فعال لما يريد. وماذا قال؟ ألا له الخلق والأمر. الله لا يتوجه عليه أمر من أحد، الله لا يلزمه شيء، الله لا يجب عليه شيء، فعال لما يريد. فإذا سئلت عن قول الله تعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، اسمعوا ماذا قال العلماء: إني حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست وتنزهت عن الظلم. والظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. فإذا وجدتم أو قرأتم في بعض الكتب بعض السفهاء ماذا يقول؟ الله قادر على الظلم لكن تكرما لا يفعله. أعوذ بالله العظيم، ما هذه الحماقة والصفاقة؟ ما هذه يعني الجهالات العريضة؟ كيف يقولون الله قادر على الظلم على زعمهم؟ الله تعالى مستحيل عليه الظلم، الله منزه عن الظلم. ثم ما معنى الظلم؟ الظلم هو التصرف في حق الغير بغير إذنه. والعالم وما فيه ملك لمن؟ إذن الله لا يتصرف في ملك غيره. شفتوا كيف؟ برجع بعيد. ما هو تعريف الظلم؟ التصرف في حق الغير بغير إذنه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم في القرآن ماذا ورد؟ قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فليس يتصرف في ملك غيره. العالم وما فيه هو خلق لله، فكيف يقولون الله قادر على الظلم لكن لا يفعله تفضلا؟ احفظوا شو تعريف الظلم: التصرف في حق
حق الغير بغير إذنه، وهذا لا يصير في حق الله تعالى، مستحيل، لأن العالم وما فيه لله تعالى، ملك لله، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين هو خالق العالمين، هو مالك العالمين، ويفعل ويتصرف فيهم كما يشاء. فاسمع، ما هو الظلم إذن؟ التصرف في حق الغير بغير إذنه، وهذا مستحيل على الله. طيب، تعريف تاني للظلم، مخالفة من له الأمر والنهي، مخالفة الأمر والنهي المطلق لمن؟ قلت لكم الله لا يجب عليه شيء لأحد، ولا يلحقه أمر، ولا يلزمه شيء، فعال لما يريد. إذن شو هو الظلم؟ مخالفة أمر من له الأمر والنهي. يعني الله منزه عن الظلم، يعني الظلم مستحيل على الله، يعني الظلم مستحيل على الله، مستحيل شرعا وعقلا، شرعا وعقلا مستحيل على الله. طيب، إذن ماذا قلنا في تعريف الظلم؟ تعريف الظلم التصرف في حق الغير بغير إذنه. التعريف الثاني مخالفة من له الأمر والنهي. التعريف الثالث وضع الشيء في غير محله، وكل هذا مستحيل على الله، وكل هذا مستحيل على الله. اسمع معي، إذا سئلت من من العلماء نص على استحالة الظلم عقلا على الله، لأنه هول بعض المخرفين يلي بيقولوا يجوز عقلا، قال لكن لا يفعله تكرما وتفضلا. مرة صارت بيننا وبين واحد منهم ببيروت خطيب جمعة، فإجا قرايبه لهون على المسجد، خبرني سؤال فكتبت له ورددت بالآيات والأحاديث. قام شو بيبعت خبر هذا الخطيب الجاهل، خطيب جمعة، قال إيه كلامك صحيح بس من حيث العقل ممكن عقلا. أعوذ بالله العظيم، ولك هذه صفة نقص، صفة نقص، والنقص على الله محال، النقص على الله محال. قال بدي تقول لي مين من العلماء قال إنه هيدا عقلا، عقلا مستحيل. هلا بتشوف كثير بالكتب ولا يجوز ولا يصح ومستحيل، بس كلمة عقلا، لأنه هذا الظاهر عقله كان مقفل بالمرة، فبده حدا ناصص على إنه عقلا كمان مستحيل. احفظوا العبارة، قال الفقيه المحدث بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع في المجلد الرابع، ويستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا، شرعا وعقلا يستحيل. بعدين يا إخواننا، ليش المستحيل العقلي يدخل في الوجود؟ مستحيل عقلي، يعني هذا مثل الكافر يلي بيقول الله قادر أن يتخذ زوجة، هذا كفر ومستحيل شرعا وعقلا. مثل اللي بيقول الله قادر عقلا على اتخاذ الولد، هذا كافر وهذا مستحيل شرعا وعقلا. فإذا انتبهوا، شو معنات الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي؟ شو؟ تقدست وتنزهت. أليس الله يقول في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده سبحان؟ أليس قال في القرآن الكريم وقالوا اتخذ الله ولدا؟ مين؟ الكفار. الله نزه نفسه عن ذلك وعن قولهم. الله تعالى ماذا قال في سورة الكهف؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
كذبوا على الله. الله نزه نفسه، لم يلد ولم يولد. سبحانه في القرآن كم من آية فيها الله نزه نفسه. فإذا يجب الاعتقاد بأن الله منزه عن الظلم، يجب الاعتقاد. ومن وصف الله بالظلم فليس من المسلمين، لا يكون من المسلمين. إذن الجزاء هو ما يجازاه المؤمن في الآخرة، يعني ما يعطاه مما يفرحه، مما يدخل السرور إلى قلبه، ها، على أعماله الصالحة التي عملها في الدنيا. وهذا الجزاء اللي هو إيصال هذا الأمر الذي يفرح المؤمن، أو إعطاء هذا الأمر الذي يفرح المؤمن إن كان في موقف القيامة، أو حتى إن كان إدخاله الجنة، أو ما يكون له في الجنة، كل ذلك بفضل الله وكرمه. الله لا يجب عليه شيء. المعتزلة هم الذين يقولون يجب على الله أن يخلق ما هو الأصلح وأن يفعل ما هو الأصلح للعباد. هذا كلام مين؟ المعتزلة، ليس كلام الأنبياء والأولياء والمسلمين. هؤلاء المعتزلة يكفيهم ذمًا أن الرسول عليه السلام قال فيهم: إن لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر. الرسول قال عنهم مجوس. وماذا قال فيهم؟ صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام: المرجئة والقدرية. القدرية هم المعتزلة، هم الذين يقولون يجب على الله. الله لا يجب عليه شيء. بعدين إذا كان عزعم يجب على الله أن يخلق ما هو الأصلح للعباد، على زعمهم، اسمعوا، ردوا عليهم بهذه الكلمة، قولوا لهم: هل من صالح والأصلح للعباد بزعمكم أن يكون إبليس موجوداً؟ شو؟ هل من الأصلح للعباد وجود إبليس؟ طيب من خلق إبليس؟ إذن الله لا يجب عليه شيء. من خلق إبليس والملائكة؟ الله. إذن الله لا يجب عليه شيء. الله لا يجب عليه شيء. اسمع معي، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل الله خالق كل شيء، وإبليس شيء، والملائكة شيء. طيب لو كان على زعم يجب على الله، طيب إبليس موجود، يعني الله خلق الملائكة وخلق إبليس، طيب وين على زعمكم واجب، وين على زعمكم واجب أن يخلق أو يفعل ما هو الأصلح للعباد؟ طيب ما إبليس موجود، وسيدنا الخليفة الراشد أمير المؤمنين الولي الصالح المجتهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس، ما خلق إبليس، لكن الله خلق الملائكة وخلق إبليس وخلق كل هذا العالم. جواب آخر، اسمعوا، قولوا لهم: لو كان على زعمكم تقولون يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد، لو كان كما تقولون، هل من الأصلح للعباد وجود جهنم؟ وجهنم موجودة أم لا؟ قال الله في القرآن: أعدت للكافرين. أعدت يعني مهيئة، يعني موجودة. والرسول يقول عن ليلة الإسراء والمعراج: واطلعت في النار، رأى جهنم، يعني هي موجودة تحت الأرض السابعة. طيب كيف عم بتقولوا يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح؟ ليش الأصلح للعباد وجود إبليس ووجود الشياطين ووجود جهنم؟ إذن الله لا يجب عليه شيء، فعال لما يريد. هذا القرآن وهذا الحق. ومن أوجب على الله تعالى أن يفعل شيئاً، أو قال ليس له أن يفعل، أو ليس من الحكمة، فهذا من الكافرين وليس من المسلمين، وليس من المسلمين.
غدا إن شاء الله نتكلم عن الميزان وعن وزن الأعمال. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وتب علينا وارحمنا، واهدنا وسامحنا، وعافنا واعف عنا، وأكرمنا برؤية نبيك صلى الله عليه وسلم، واجمع لنا ولأحبتنا بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا برؤية نبيك وبرؤية ليلة القدر، واحقن دماء المسلمين، وفرج عن المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم بلغنا من الخير أملنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إلهنا أدخلنا الجنة مع الأولين. اللهم اهد من ضل من أهالينا، وأنبت أولادنا نباتا حسنا، وأنجحهم في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وتقبل منا صالح الأعمال، وأدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.